في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاع؟ ما قال بهذا أحد يا أخي، يحرم التحريم فقط، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من ناحية المحرمية وتحريم الزواج وإباحة الخلوة، هذا اللي يترتب على الرضاع. أما الإرث وأما النفقة وأما الصلة فهذه إنما تكون بالنسب فقط. نعم.